تناسبني من صيدلية الحورة، والدليل أن في بنية جاية من الكويت، إنزين جت مرة قبل للبحرين، وجت مرة ثانية وجت لصيدلية الحورة عشان تأخذ المنتجات اللي أنا أخذها، لأن أحسكم يعني عيلتي، ما أكذب عليكم في الشيء، يعني اللي أستعمله ويكون حلو، أتمنى أن كل بنت تستعمله عشان تكون نتيجة حلوة تعجبها. و صدق يا بنات الاعتناء بالبشرة حاجة زوينة والله، لأنه مع كبر السن سرتوا البنات اللي تديروا المكياج بالسيف لا بوتة تعيا البشرة خلاص تتعب، فيبيلها كل فترة والثانية نسوي هيدروفيشل، منتجات اللي نغسل فيها وجهنا، تعرفين الفونديشن تحطين فونديشن الأعماق لوين يدخل، تحسون تلاحظون هذا الشيء، أنا أمسح بالوايبس وأغسل وتنفي يعني لهذه الدرجة الفونديشن.